لو عندك عيان في كوما في غيبوبة محجوز في العناية، ازاي بتقدم له الكير المطلوب، او بمعنى تاني الكير بلان المطلوبة منك علشان تقدمها له؟ انا على احمد، ودي حلقة جديدة على قناة ايجي نيرسولوجي، ويلا بينا نبدأ الحلقة. بكلمة واحدة تفضل فاكر الخطوات بالظبط، وهي كوماتوس ICU. كل حرف بيشير لحاجة، وقبل ما ابدأ كل خطوة فيها تفاصيل كتير قوي، ولذلك هديك ملخص سريع لكل خطوة. حرف السي Change Position، بنقلب العيان كل ساعتين علشان ما يحصلش بيت سورس كرح فراش. حرف الO Oxygen، بنوصله على جهاز الفنتليتور علشان نديله أكسجين لأنه ما بيقدرش ياخد نفسه لوحده. حرف الM Mouse Care، بنعمل كير كويس لفم العيان. حرف الA Airway Open، بنحافظ على مجرى الهواء دايما يبقى مفتوح، زي مثلا ما يبقاش فيه اي سيكريشنز افرازات تسد مجرى التنفس. حرف التي تمبريتشر، بنحافظ على درجة الحرارة انها تفضل طبيعية. حرف الاو اوكيولار كير، بنعمل كير كويس لعينه. حرف الاس ساكشر، بتشفط للعيان وقت ما يحتاج. حرف الاي اليفيشن هيد اوف فيد، بنحط العيان في وضع سيمي فولر بوزيشن بزاوية من 30 ل 45 درجة علشان ما يحصلش اسبيريشن شرقة. حرف الاي انتيوبيشن كير، بنركب للعيان انبوبة حنجرية علشان نوصلها بجهاز الفنت. حرف السي كير لاينز، بنعمل كير للوصلات المتوصلة للعيان زي سنترال لاين، الأسطرة الوردية المركزية IV كانيولا، الكانيولا الطرفية يورينري كاسيتر، الأسطرة البولية نازو جاستريك تيوب، الريل أو الأنبوبة المغذية للمعدة. الكير طبعا بيتقدم من كذا حاجة، ولكن هنقول أشهر الحاجات زي مثلا CVB، قياس نسبة السوائل في الجسم. 2 دريسنج، بنشيك على دريسنج الغيار. 3 بلود انفستيجيشن، سحب تحليل الدم بالطريقة الموصي بها. 4 كلير، إنها تفضل سالكة. 5 ديسانفكتد، منعقم مكانها كويس. حرف اليو ارجنت انترفينشن، التدخل العاجل، يعني التواصل السريع مع النايب اللي معاك، أو مثلا التواصل السريع مع فريق الكود بلو، فريق الإنعاش القلب قوي في حالة حدوث أرست، توقف في عضلة القلب. من الآخر إنك تكون مستعد لأي طوارئ. وبس كده، ما تنساش تعمل لايك وشير للحلقة وتشترك في القناة لو لسه جديد، وما تنساش تفعل الجرس علشان يصلك كل جديد. وبس كده، سلام.